طلع حلب، ينضم إلينا مراسل الإخبارية السورية وليد هنائي. حياك الله وليد. نعم، حياك الله إياد. وليد، لو تطلعنا على آخر التطورات الميدانية اليوم في حلب. يمكن القول إياد أنه خلال الأيام القليلة الماضية تشهد جبهات حلب الشمالية والغربية والجنوب الغرب تشهد هدوء نسبي مع وضع خطط من قبل القياديين على الأرض، لا سيما بأن هذه الخطط سوف تأتي خلال الأيام القليلة القادمة مع عمليات مكثفة باتجاه الجنوب والجنوب الغرب من مدينة حلب وأيضا الريف الشمالي. في وقت سابق كان هنالك عمليات عسكرية كبيرة من قبل قوات الجيش العربي السوري مع دك مدفعي عنيف وسلاح الجو كان له الدور الأكبر باستهداف معاقل جبهة النصرة والفصائل المنضوية تحت رايتها في الريف الشمالي. الجيش يسعى عبر عمليات ماضية بالوصول إلى سلة الشويحنة، واليوم الخطط التي يتم وضعها الغاية منها أيضا الوصول إلى سلة الشويحنة، وما إن يصل الجيش العربي السوري إلى سلة الشويحنة يكون قد قطع إمداد المسلحين تماما القادمة من ريف حلب الغربي باتجاه ريف حلب الشمالي. وهنا نخص بالذكر قرى حيان وعندان وكفر حمراء وظهرة عبد ربه وكفر بستين، وامتدادا الى معارك الارطيق. وايضا ما ان يسيطر الجيش العربي السوري على الشحنة يرصد ناريا مصانع ليرامون ومافصا من منطقة جمعية الزهرة. ايضا الامداد الكبير والدعم الكبير الذي ياتي للمسلحين من مدينة إدلب الخزان البشري والامداد العسكري لهم باتجاه الريف الغربي لمدينة حلب وبالتحديد منطقة خان العسل التي تعد أحدى النقاط التي تستقبل كافة الدعم، ومن خلالها يتم توزيع الدعم على باقي نقاط المسلحين. أي شيء عبر كثافة نارية بتوغل ويعني استهداف معسكر المسلحين في خان العسل وخوابئ العسل والمنصورة، تلك النقاط التي تعد نقطة تجمع عتاد وأدوات المسلحين ومنها يتم تغذية كافة خطوط التماس لديهم. إذا العمليات العسكرية توضع من قبل القيادة على الأرض. اليوم كان هنالك يعني مع الهدوء النسبي كان هنالك دكة لربما هو يعني باتجاه معاقل المسلحين في هذه النقاط، لا سيما يمكن القول بان خلال الساعات القادمه يكون هنالك تمهيد ناري. هذا التمهيد هو دائما يسبق قوات المشاة ووحدات النخبه للتقدم والسيطره. اما فيما يخص الريف الشرقي من مدينه حلب كان هنالك خلال الايام القليله الماضيه عمليات هجوميه من قبل تنظيم داعش الارهابي مع المفخخات بمحور النيال باتجاه بلدة خناصر، الغاية منها قطع شريان الحلب، ولكن دعني أؤكد لك بأنه كل ذلك بالفشل عبر التصدي الكبير الذي أتى من قبل قوات الجيش العربي السوري والقوات الصديقة والمختلفة المتواجدة على ذات المحور. هذا التصدي كبد إرهابيو تنظيم داعش الإرهابي أعداد كبيرة من القتلى وأجرحى، إضافة إلى تدمير المفخخات لديهم وأدوات إجرامهم. ودعني أؤكد لك بأن طريق خناصر آمن 100%، واليوم مدينة حلب تستقبل كباقي أيامها كافة المواد الغذائية وغيرها من المشتقات النفطية. نعم، كل الشكر لك وليد هناي مراسل الإخبارية السورية في حلب. شكرا لك وليد.